أطلق مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك البولية حملة للتبرع بالدم تحت شعار قطرات من دمك تنقذ حياة غيرك وستستمر على مدى يومين. وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بقيمة وأهمية التبرع بالدم وإثراء مخزون بنك الدم المركزي المخصص لإنقاذ أرواح المصابين والمرضى. العمليات الجراحية التي تجرى في مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك البولية والتي تحتاج إلى أكياس كثيرة من الدماء هي عملية استئصال جزء من الكلى وسرطان البروستاتا، وأكثر أمراض الكلى شيوعاً في البلاد حصوات الكلى بسبب قلة شرب الماء. المركز يستقبل شهرياً 1500 مراجع في مختلف العيادات. بالنسبة للعمليات تختلف، يعني احنا اجرينا عمليات فقط للروبوت خلال العام الماضي قدر 120 عملية، وهذا طبعا رقم قياسي بالنسبة لنا. 120 عملية اذا نقسمهم على بالسنة 52 اسبوع، يعني بواقع تقريبا عمليتين بالاسبوع. أكثر من 3000 عملية جريناها، بس مختلف، يعني سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو خلال العام الماضي. بس احنا قاعد نسوي بحدود 3 أو 4 عمليات أسبوعيا للعقم، يعني على الأقل 3 أو 4 أسبوعيا. يعني عندنا دكتورين متخصصين بهالشغلة يقومون بإجراء العمليات. على مدى 4 أعوام ساهمت حملات التبرع بالدم الذي يقيمها المركز في إثراء مخزون بنك الدم المركزي، ولكن يوجد معايير وشروط معينة للتبرع بالدم. عن هناك شروط للتبرع بالدم، يجب أن يتمتع المتبرع بصحة جيدة وأن لا يعاني من أي أمراض معدية مثل التهاب كبد فيروسي أو مرض نقص المناعة، التهاب كبد فيروسي بي أو سي، إضافة إلى يجب أن لا يكون لديه أمراض مزمنة كالسكري، ارتفاع ضغط الدم أو كانسر. يجب أن لا يكون هيموغلوبين، نسبة الهيموغلوبين في الدم يجب أن تكون بالنسبة للنساء من 12 إلى 14، بالنسبة للرجال 14 إلى 17. الفئات الغير مسموح لها بالتبرع اللي أعمارهم أقل من 18 سنة، واللي عنده أمراض معدية، واللي عنده وشم وهذا التاتو غير مسموح لها بالتبرع أيضا، والأشخاص اللي تبرعوا قبل 3 شهور لازم يكون طاف عليهم 3 شهور حتى يمكن لهم التبرع للمرة الثانية، والمرأة الحامل لا يمكن لها أن تتبرع أيضا. في هذه الحملة سلط الضوء على أهمية أقسام المختبرات في تشخيص الأمراض وتوعية كافة أفراد المجتمع بضرورة إجراء الفحوصات الدورية والتشخيص المبكر للوقاية من الأمراض. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.